وما ينطبق على الدول ينطبق على الأفراد والأفراد على الدول. النبي حين كان يعرض الدين على بعض الناس فقال له يعني أنا لي أهل وراي إن شاء الله كذا، فقال النبي اعرض عليهم الإسلام فإن دخلوا ما فهم وذاك، وإن لم وإن أبوه يعني فالإسلام عريض له. الإسلام قال له مش يعني مش هيهزم ومش هيضعف إيه إذا ما دخلوش اثنين ثلاثة، قال له بهدوء ومن غير إكراه. تخيل، وهي معنى لا إكراه في الدين. وهذا ما يا دكتور أعتقد في نفس المقام اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم من كان في غير مثلا الهجرة للحبشة، شوف الفرق بين الثنتين. نعم عفى عنهم العفو عند المقدرة. أحسنت، وهذا هذا العفو الذي تم في السنة الثامنة يوم فتح مكة. واشنطن إيرفينج له كتاب، هذا الروائي الكبير، كتاب في سيرة محمد. أكثر نقطة هزته حين تقرأ الكتاب ووقف عندها واعتبرها دينا بالنسبة إليه ساطعا قاطعا على أن هذا الرجل لا يكون إلا نبيا، عفوا عن إيه؟ عن مشركي مكة يوم فتحها. هذا موقف يا دكتور، إحنا بس ابتذلناه، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا لا لا، لا تأخذه مبتذلا، خذه يعني إيه، اقرأه قراءة بكرية كأنك إيه لأول مرة تواجهه، شيء غير طبيعي بالمرة يا دكتور. هل هو إجراء كبير من إجراءات التسامح في الإسلام يا دكتور؟ ليس إجراء يا دكتور فقط، أنا أقول لك هذا تجاوز، تجاوز النبي عليه السلام كإنسان عظيم لكل ضعف وهشاشة البشرية. ليس من السهل أن الإنسان إيه يعفو هذا العفو يا دكتور عن أناس، يعني ابنته قتلت أليس كذلك؟ عمه أقرب الناس إليه، أحب الناس إليه، لم يتركوا فرصة إلا إيه وأرادوا استئصاله واستئصال إيه شأفته عليه السلام حتى آخر لحظة، وحتى حين ودعهم، حين ودعهم في الحديبية واختلط الناس، يعني في الشيء ساعات اختلط الناس مشركون مع مسلمين ومسلمون بين مشركين، أتي بستة بأسلحتهم أرادوا أن يصيبوا غرة النبي، غرة من رسوله وأصحابه وأن يتروا المسلمين. يقول الصحابي الراوي أتي بهم بين يدي رسول الله قال فعفى لم يسلب ولم يقتل. هذا الرسول، لكن هذا عفو عن ستة، هناك عفو عن إيه؟ عن معسكر سدنة الكفر، عن معسكر الكفر في مكة الذي عاد على مدى كم؟ يعني تقريبا 21 سنة، 13 و8، 21 سنة، على مدى 21 سنة. ومع ذلك حتى في الأثناء حين أصابهم الجدب الشديد وأكلوا الجلود والعلهز، محمد ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في كتاب الأثار يروي أثرا بسنة حسن أن النبي بعث لهم الميرة والغوث. ما رأيك؟ شيء لا يصدق. أبو الفغواء الخزاعي رحمة الله تعالى عليه صحابي الجليل فيما يروي الإمام أحمد وغيره يقول بعثني رسول الله بأموال وصلات إلى مكة ليعطيها لأبي سفيان يوزعها في الفقراء والمحاويج ولسه المقاطعة يعني والمدابرة. فوق العفو يا دكتور يبعث لهم المؤونة. تخيل، هل هذا معقول؟ شيء مش طبيعي. أبو سفيان رأى غير طبيعي، قال أبو الفغواء فلما أتيت أبا سفيان وأعطيته قلت كذا كذا، فقام الرجل كأنه يعني فقد أعصابه، قال أيها الناس، أيها الناس، من مثل هذا؟ من أوصل وأبر؟ نجاهده نطلب إيه دمه وهو يبعث إلينا بالصلاة يبرنا بها. فقد أعصابه، راح يعني إيه يمدح في النبي أمام الناس. هذا محمد عليه السلام، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى هذا الله هذا عليه وآله وصحبه وسلم. نأخذ فاصل يا دكتور ثم نعود. فاصل ثم نعود.